خلف الرميثي نائب رئيس أركان القوات المسلحة اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة مركز التعليم والتأهيل المهني التابع لمعاهد التكنولوجيا التطبيقية الذي أقيم أمس في مجمع التكنولوجيا التطبيقية في مدينة الشهامة بأبو ظبي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وأولياء أمور الطلبة. سباق لصعود أعلى مراتب العلم والكفاءة لخدمة هذا الوطن، وطموح لم توقفه حياة الرفاهية والرخاء. صورة جسدها هؤلاء الشباب الذين أبوا إلا أن تقر بهم عيون الوطن الذي لم يبخل يوما في تقديم العطاء لأبنائه. فبعد سنين من التعلم والتدريب أمضوها في مركز التعليم والتأهيل المهني، جاء اليوم الذي سينطلقون من بعده نحو ميدان الحياة العملية. فهنا على مسرح مركز التعليم والتأهيل المهني في الشهامة أقيم حفل تخرج الدفعة الثانية لطلاب المركز، وذلك بحضور اللواء سعيد الرميثي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من مسؤولي المركز. المركز هذا يقدم تعليم نوعي خاص لطلابنا، الطلاب اللي ما حصلت لهم الفرصة يستكملون دراستهم في السابق، الآن أتتهم الفرصة الثانية أن يحصلون على شهادة معتمدة ومعادلة من وزارة التربية والتعليم، وكذلك شهادة معترف بها عالميا من جهات دولية في مجال التعليم التكنولوجي والتعليم الفوكيشنال المهني. 72 خريجا من تخصصات فنية وهندسية مختلفة يدرسها المركز اصطفوا هنا بعد تسلمهم شهاداتهم في مشهد يدفع بأولئك الذين آثروا مغريات الحياة على مقاعد الدراسة إلى العودة أدراج الرياح لاستكمال التحصيل العلمي، وهو السبيل الوحيد نحو كل تقدم ورقي. ابتسامات تراقصت على شفاه الخريجين، وعيون تلألأت فيها أمنيات مستقبل مشرق، ولحظات تاريخية بالنسبة إليهم وصفوها لنا وعبروا عنها بهذه الكلمات. والله الشعور يعني شعور أي واحد ما ينوصف، يعني فرحة كبيرة، ونحن ترياهم 3 سنوات. يعني والله أنصح اللي يتوقف عن الدراسة إنه يلتحق في المعهد زين ويكمل دراسته، لأنه ماشي أفرح عن الشهادة. يعني فرحة لا توصف بعد انتظار 3 سنوات، والحمد لله تخرجنا بفضل الله تعالى وتأمننا وظائفنا الحمد لله وجاهزين للشغل وللعمل. أول شيء أوجه الشكر لسمو الفريق الأول سمو الشيخ محمد بن زايد على جهود العظيمة الذي بذلها للشباب اللي انقطعوا عن الدراسة. أوجه الشكر للمركز التكنولوجيا التطبيقي وإلى إدارة معهد التعليم والتأهيل المهني ولا إدارتهم المراكز كلها الذي منحت للشباب القطاع الصناعي في الشركات والتي ساهمت لهم فأن يتعلموا ونستفيدوا من خبراتهم العملية في هذه الحياة. وكما قال المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إن الإنسان هو أساس أي عملية حضارية، واهتمامنا بالإنسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر. ومهما أقمنا من مباني ومنشآت فإنها تظل كيانا ماديا لا روح فيه، وإن روح ذلك هو الإنسان القادر بفكره وإمكانياته على صيانة هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها. هم جند اليوم وأمل المستقبل، وبالعزيمة والأصرار وصلوا إلى ما هم عليه الآن. علوم الدار، محمد عبد الكريم، أبوظبي.